لما كان معانا تاني النهارده بس بصوره مختلفه. تاني حاجه اكسايتابيلتي. اكسايتابيلتي يعني ability to respond to stimulus بانواع مختلفه من الانرجي بنحولها الى ريسبتور بوتنشال ثم اكشن بوتنشال. واخر خاصيه كانت ايه؟ ادابتيشن. تمام؟ وتعرفنا على ان الريسبتورز المختلفه في بعضها رابتي ادابتي وفي بعضها ايه؟ سوري بلاتي. خدوه بقى يا ولاد صاحبي في المدرسه. النهارده الحقيقه برضه موضوع المحاضره بيجيب على تساؤلات كتير جدا، يعني بقالي مرتين بعد كل محاضره بيجيني مرات كتير باسئله اقول لهم صبرا. ما هو ده اللي هنشرحه النهارده بقى. هنفصل حاجات كتير ممكن تكون وانت بتسمع كده السنس ريسبتورز مستغرب. النهارده الاستغراب هيروح ان شاء الله يعني. او ممكن الاستغراب يزيد على حسب بقى تقبلك للموضوع. لا ان شاء الله ايه الاستغراب هيذهب عنك الاستغراب. عايزين نخش على موضوع النهارده اللي هو اسمه سنسوري كود. كلمه كود يعني شفره. اوكي؟ طيب ايه هي الشفره؟ دلوقتي كل انواع الاستمرار اللي حضرتك بتتلقاها جهاز العصبي بيتلقاها طول الوقت، ها؟ بكافه انواعها ميكانيكال وسيرفر وكيميكال اي شيء في الدنيا بتتلقاها بيوصل للسيريبرال كورتكس السنسوري سيريبرال كورتكس على هيئه ايه يا ولاد؟ عدد من الايه؟ من الاكشن بوتنشلز يا قليل يا كتير بس. ها؟ عارف الابن لما يقول بس ها؟ كده بس. طب ازاي البرين يعني هل البرين بيوصله ميكانيكال انرجي؟ لا. هل البرين بيوصله سخن وساعه؟ لا. البرين بيوصله ايه؟ مجموعه من الاكشن بوتنشلز وعليه ان يفك هذه الاكشن بوتنشلز او هذه الكود او يعمل لها حاجه اسمها دي سايفرنج. دي سايفر يعني يفك الشفره. ها؟ يفك الشفره الى السنسيشنز اللي احنا بنحسها دي. خلاص؟ طيب الواجب على السيربرال كورتكس انه يفك الشفرة الامباس اللي جايه له دي من ثلاث زوايا. نمبر 1 انه يتعرف على الموداليتي اوف سنسيشن. يعني ايه هو السنسيشن ده يا ترى؟ كان تاتش ولا كولد ولا وورد ولا ايه؟ ها؟ فالاول لازم يتعرف على ايه؟ ها؟ الموداليتي نوعه. نمرة 2 لازم كمان الكورتكس يتعرف على السنسيشن ده جاي من اي حته في الجسم؟ صباعك الكبير ولا صباعك الصغير؟ ها؟ جاي منين؟ برضه ما هو هيعرف ازاي؟ ونمره 3 بيتعرف على الانتنس. السنسيشن ده ضعيف ولا قوي؟ اوكي؟ يبقى السيربرال كورتكس او خلينا نقول البرين بيتعرف على بيعمل سنسوري بيعمل كودينج للشفره اللي جايه. عارفين زمان قبل الايميلز والتطور الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي ده كنا نبعت لبعض ايه لو حد عايز يقول لحد حاجه ها حد مسافر بلاد بره اسمه بلاد بره ها يبعت له ايه؟ يشد له تلغراف ها يقول لك ايه؟ نشد تلغراف ده اللي نشد تلغراف ده ممكن يبقى في طنطا وعايز يبعته مصر يوم ايه ها؟ يوم الشاد تلغراف التلغراف ده عباره عن ايه؟ ها؟ تك 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 كده تخ خبطات بطريقه معينه وتتفسر. وهذا هو الذي يفعله البرين الكورتكس. تعالوا نشوف بقى نمسك واحده واحده. انا بتكلم مش بسرعه قوي علشان الوصول اللي اتكلمنا فيه كذا مره ان احنا نحاول نلتزم بالمواعيد، لكن خلاص دلوقتي هتكلم بسرعه وال جنب على جنب للاخر. كيف يتعرف الكورتكس على الموداليتي؟ نمره واحد في كذا طريقه. نمره من الريسبتور اللي معاكم السينبس. يعني ايه؟ يعني انا كورتكس ريسبتور جاي المرسال من الادي ده. انا عارفه ان المرسال ده دايما لما بيجي بيجيب لي الشيء الفلاني. خلاص؟ دي اول حاجه. يعني انت قاعد في بيتك وجالك ها مرسال بابا بعت لك فلوس. اول ما تشوفه تعرف ان ده ايه؟ الشهريه بتاعتك. ها؟ طب ولو مرسال من ماما يبقى اجرك بعت لك اكل. ها؟ طيب إذا الكورتكس أول حاجة يتعرف على الموداليتي فيها إيه؟ دي جاية من أنهي ريسبتور؟ جاية من الريسبتور ده؟
And once this stimulus, this receptor is activated, it gives only one type of sensation. A يشيل انرجي معينه اللي هي مثلا ميكانيكال انرجي. خلاص؟ يبقى التعريف اللي خدناه المره اللي فاتت بتاع السبيسيفيسيتي نقسمه بس النهارده. هنقول ايه النص الاولاني بتاع انه ازاي الكودينج بتاع الموديلتي انه ايه مش ريسبتور هتعدي من السيرفس. خلاص البرين هيعدي. الريسبتور ده يبقى ده بعيد لي تاتش. ها؟ كمان في كذا طريقه وكمان انه القانون بقى اللي انا شرحه دلوقتي اللي هو ايه؟ Once the receptor is activated, it gives one only types of sensation. That is a Muller's law of specific nerve energy. Muller, that means, the scientists, اللي وصف أو اخترع هذا القانون. يعني specific nerve energy. The receptor ده بيبقى stimulated mechanically, يبقى mechanical energy. Thermally, يبقى ايه؟ thermal energy. خلاص؟ فهنا الاول نمبر 1 نمبر 2 يبقى كورتكس ريسبتور ده اللي بعيد لي ده بتاع كذا السيرفس بتاعه كذا وده السنسيشن بتاعه كمان كذا تمام؟ ثالث واحده بتقول ايه ثالث واحده؟ انه each type of energies او of اللي هتبقى سنسيشن بعد كده بيمشي في سبيسيفيك باث واي بيمشي في مسار محدد جدا والباسويز باذن الله عشنا كلام عمرو هتتشرح ان شاء الله المحاضره الجايه محاضره الباسويز تاخد محاضره كامله فالنهارده مش هنقول تفاصيل عنها لكن كل السنسيشن بيمشي باسوي واحد وبيوصل ها لايه؟ لكورتكس هقول لكم برضه اكزامبل انا مثلا موقف اتوبيسات موقف اتوبيسات بيبقى كل مكان فيه موجود ضيافه هتقف فيه اتوبيسات اللي جايه من مكان معين يعني المكان ده الاتوبيسات اللي جايه من القاهره المكان ده الاتوبيسات اللي جايه من مرسى مطروح وهكذا نفس الشيء في الكورتكس في موقف لكل الباس واي بيقف فيه خلاص لما يلاقي اتوبيس واقف في الحته بتاعت مرسى مطروح الاتوبيس ده جاي شايل ايه؟ جاي منين؟ مرسى تمام؟ كده عرفنا ازاي البرين بيفك شفره الموداليتي عن طريق ثلاث حاجات الادكوت ستيمولس بتاع كل ريسبتور وان انا عارفه الانرجي اللي بيشيلها هذا الريسبتور نوعها ايه؟ وحاجه اسمها اللي انا شرحتها في الاخر ليبلد لاين برنسبل. لاين يعني باث واي. ليبلد يعني حاجه عندها اسم. لان كل باث واي هيكون له اسم زي ما هنتعرف عليهم المحاضره الجايه ان شاء الله. Each sensation has a specific pathway and it ends in a specific area in the cortex. خلاص؟ الموقف اهو ودي الاتوبيسات اللي جايه بكذا وفي الخط. فهمنا فرق شفرة الموداليتي؟ طيب يلا بقى نشوف فرق شفرة اللوكاليتي، ودي أسهل واحدة، سهلة جدا. هقول لكم سر أهو، إزاي نعمل دي سايفرنج للوكاليتي؟ هقول لكم بقى سر هو مش سر ولا حاجة، حاجة معروفة جدا. هل تعلم إن على البريك بتاع سعادتك يوجد رسم كروبي لجسمك؟ يعني كأن في رسمة جسمك مرسوم على البريك بتاعك لدرجة It is a point-to-point representation. يعني ايه point-to-point representation؟ كل نقطة بجسمك ليها حتة هنا. وجسم الإنسان زي ما هناخد برضه الأسبوع الجاي إن شاء الله مرسوم على الكورتكس بصورة مش مقلوبة. يعني رجلين سيادتك فوق وراسك تحت. الرسمة كده. في حاجات ساعات بتجيلي فيها أسئلة ما حدش يجي يقول لي ليه؟ مفيش ليه ها؟ هو ريبريزنتيشن كده. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده مش عارفين ليه، ليه الرجلين فوق الراس تحت؟ ما علينا، إذا يوجد في كل حتة في الكورتكس منطقة إيه؟ لكل حتة فين؟ من جسمك. لما الحتة دي تخيل مثلا إنه الشكل كده مثلا نعمل رسمة كده مبسطة. طبعا الكلام ده هناخده لسه بالتفصيل ها؟ وآدي الراس إيه؟ ها؟ ودي ايه؟ ارجلي خلاص؟ طيب البرين وصل له اكشن بوتنشلز ها؟ في الحته بتاعت صباعك
survive. The bottom. هقولكم كمان على سر او حاجه لو تعرفوها هتستغربوا. لو واحد عنده دامج في السنسوري كورتكس مثلا جت غلطه وبوظت بعض الخلايا بتاعت السنسوري كورتكس الخاصه مثلا بايده، ايده ها؟ وايده سليمه. انت لو مسكت ايده عملت له تاتش او تاتش او اي حاجه ايده سليمه تماما. لكن الاريا بتاعتها اللي في الكورتكس دامج. خلاص؟ هو مش هيحس بيه بطاقه. ده يفهمنا انه البرسبشن كله فين؟ في البرينش في الاطراف، ها؟ وده يفسر لنا الظاهره اللي هشرحها لكم دلوقتي اللي اسمها فانتوم ليب. ايه كانت فانتوم ليب دي؟ فانتوم يعني شبح، يعني حاجه مش موجوده. الاشخاص اللي بيحصل لهم عمليات باتش. واخدين بالكم؟ فاذا في طرف من اطرافهم بيحصل له باتش. ممكن ما يكونش عارف يوم من يوم العمليه، مش عارف ان العمليه اتعمل فيها ايه، يعني لو يكون مثلا حادثه او حاجه لا قدر الله، وهو لا يعلم انه حصل العمليه بالشكل ده. بيفضل حاسس بالطرف بتاعه وما يعرفش انه حصل هكذا الا لما طبعا بقى يشيلوا الغطاء او يعني حد كده. وبيفضل حاسس بيه بعد كده، ده مش بس بعد العمليه، بيفضل حاسس كان ليه موجوده. ليه بيفضل حاسس كان ليه موجوده؟ برافو عليك، كويس قوي، كله بيشاور على هنا لان الاريا هنا موجوده وسليمه. امتى يحس بيها؟ لو حصل اي تاتشنج للمنطقه اللي فيها الاي منطقه العمليه، بقى اي ملايه تيجي او حاجه او بنطلون او اي حاجه بتستيميوليت، ها؟ كاني عملت ستيميوليشن كانه جاي من الليم بالظبط. حتى بيقول لك لو انت عملت ستيميوليشن للباثواي في اي نقطه هديك نفس السنسيشن، يعني في اي نقطه مش لازم من الاطراف. اوكي؟ لو مثلا حد عنده حاجه دايسه على باثواي معين في الالبو او في البريتل بلاكسس ودايسه على فايبرز معينه هيدي نفس القصه. لان العبره بين ها؟ بالكورتس بالظبط. نيجي لثالث نوع من فك الشفره الا وهو هنتصور او احنا فعلا عندنا فكره جامده عن حكايه الانتنس، لان المره اللي فاتت قلنا انه the greater the intensity of the stimulus the greater the magnitude of the receptor potential and then the greater the frequency of the action potential. ودي طريقه ايوه صح هي دي. ها؟ هنزود عليها شويه كلام وهنزود عليها فاكتور تاني صغيرنا. عايز اقول لواحد فيكم يدوس على ايده بقلم ويشوف لو كان دايس قليل منطقه السكين اللي هتدخل لجوه حجمها ايه؟ ولو دايس اخضر بقلم كده هيلاقي المنطقه اللي ها وفي بالكم كبرت شويه. فانت دي طريقه ثانيه برضه. لما بنزود الاستيميشن ها بنوظف معانا عدد اكبر من الريسبتورز. التوظيف بالانجليزي يعني ريكروتمنت. اقول كمان لو انا عامله سيميليشن اهو ايدي بشويش كده وابص على السكيب بتاعي هلاقي نفسي ان انا دايسه على منطقه صغيره. لو زودت شويه هلاقي المنطقه طبعا ده الكلام ده مش كام ايه جوه بقى ايه اللي بيحصل؟ ها؟ يو ستيميليت يو ريكروت. يعني ايه ريكروت؟ موظف معاك مور فده يفسر في الكورتس على انه ايه؟ ها؟ سترونجر سيلز. والسبب الثاني والاوقع والاهم واللي هنتكلم عنه شويه تفاصيل زياده انه increasing the frequency of action potentials. معايا يا ولاد؟ الحقيقه انه حكايه الفريكونسي دي شغلت بال ناس كتير من زمان من 100 سنه من 200 سنه. في ناس بتعمل حاجات واكتشافات عشان نوصل للي احنا وصلنا له ده ما جاش كده من فراغ.
الناس شغالين زمان. فهذا الموضوع طرق احسن زمان ومن حوالي 100 او اكثر من سنه ابتدوا علماء يشتغلوا في الجزئيه دي. يقول لك ايه؟ حكايه الفريكونسي اوف امباس دي. عمل اختبارات ولاحظ انه مش دايما لو زاد مثلا الانتنسي مرتين مش دايما هو بيلاقي زياده مرتين في البرسيب سنسيشن. ما لقاش انها كده يعني مش انا لو زدت الضعف الاحساس بتاعي يزيد الضعف. نو مش انا لو الانتنسي زادت مرتين مش دايما بالضروره البرسيب سنسيشن يزيد مرتين. حد يقول لي طيب البرسيب سنسيشن ده نحسبه ازاي يا دكتوره؟ نعمله ازاي؟ هنا بقى احنا دخلنا في علم اسمه سايكو فيزيكس اللي هو بتعتمد على بتجيب شخص سايكو يعني سايكولوجي. بتجيب شخص وتعتمد على ايه ويقول لك انا حاسس ازاي؟ قال ها؟ يبقى انت كده خرجت من تسجيل اكشن بوتنشالز ها؟ تسجيل كهرباء لا ده انت بتعتمد على بيرسبشن بقى بتاع اشخاص. عشان كده اقدر اقول لك ايه البرسيفت سنسيشن. او تشوف احسن الكلام المكتوب علشان يبقى هنا كده يا ولاد هنراجع بسرعه على الكودز بتاعتنا. كود فور موداليتي اوف سنسيشن انه ايتش ريسبتور عنده سبيسيفيك ستيمولس. والثانيه مولرز لو انه في سبيسيفيك سنسيشن برضه لكل ريسبتور. ها؟ لو التعريف بتاعنا قسمناه حته دي. وتالت واحدة الليبل لاين برنسبل. لاين اللي هو الباس واي ليبل يعني ليه اسم خاص بالسنسيشن. وهنا الكود فور لوكاليتي يا ولاد ممكن تبصوا معايا لو السنسيشن جاي من حتة في اللور ليب في الباس واي هيطلع يوصل حتة معينة في الكورتكس. بص كده على الرسمة أو الأخضر الخط الأخضر ده وصل للكورتكس. الكورتكس هيعمل بيرسبشن هيحسسني بالسنسيشن انه جاي من النقطه دي. هيعمل ايه الكورتكس؟ بصوا الخط ده معقد لان اكشولي مفيش باس واي بينزل. ها؟ It is just ان البرين هيعمل بيرسبشن ان السنسيشن طالع من المكان ده. هيحسسك بيه هيعمل بروجكشن على المكان اللي هو جاي منه. اورايت يا ولاد؟ وهنا برضه نفس الشيء لو الابر ليب اهو الكورتكس برضه هيرجعه لنقطته الاصليه. تمام. الكود فور انتنسيتي بقى اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي تمام هو الريكروتمنت والفريكونسي. هنشتغل شويه على حته الفريكونسي. سترونجر ذا ستيمولس ها؟ المره اللي فاتت قلنا ذا هاير ذا ماجنتيود اوف ريسبتور بوتنشال هنروح دي ذا هاير ذا فريكونسي اوف امباسز. دي جمله جديده بقى. ذا هاير ذا انتنسيتي اوف ها؟ بيرسيفد سنسيشن. البيرسيفد سنسيشن دي حاجه سبجكتيف حاجه راجعه ليك انت كشخص. مفيش حاجه اسمها انا ممكن اسجل اكشن بوتنشال طالعه من منطقه معينه وبس وانا واقف هنا وبعدين اعتمد على ايه؟ اجيب ناس واعتمد على اسالهم حاسس السنسيشن زاد قد ايه؟ عشان كده زي ما بقول لكم العلم ده ايه حاجه اسمها سايكو فيزيكس ما هواش فيسيولوجي الناس اللي اشتغلوا في الحاجات دي. طيب عايزين نشوف بقى في كام نظريه طلعوا يفسروا هذا الكلام. في نظريتين النظرية الأولى قديمة ودي تقريبا من أكثر من 100 سنة أو أكثر عملها شخصين واحد اسمه بابر والتاني اسمه فشنر. واحد اشتغل والتاني جه كمل معاه عمل الإيكويشن الآتية. هما لاحظوا بيجيبوا أشخاص بيعملوا سيمولاي بيحسبوا الستيمولس انتنسيتي بيحسبوها ها وبعدين بيشوفوا البرسيف سنسيشن بيسألوا ها حسيت بإيه وعلى عدد كبير من الناس بياخدوا نتائج. لقوا انه في بعض الاوقات وهو الحقيقه عمل النظريه دي عشان يطبقها على كل السنسيشن لقاها قاصر على مجموعه معينه في السنسيشنز وبعد كده احتاجنا نظريه جديده تكمل عليها. خلينا نبتدي الاول. قال ايه بقى الخواجه واجه الفاشن دول؟ قالوا انه البرسيف سنسيشن ها يساوي طبعا سيبكم القص ده عشان يصلح بيه الماثيماتيكال ايشوز بتاعت المعادله اللوج انتنسيتي اوف ستيمولس. يعني ايه؟ يعني قال لك ايه؟ الاس دي يا ولاد هي الستيمولس انتنسيتي والار دي هي البرسيف سنسيشن. خلاص؟ قال لك ايه بقى؟ لو انا قلت لك انه يا ولاد ها
ال stimulus intensity زائد 2 مرة log 100 كام؟ 2. يبقى كل ما ده فشل لاحظ كده في بعض انواع السنسيشن انه مع زياده الانتنسيتي 100 مره لا يا دوب الشخص بيقول له ايه؟ حاسس كانه ضعف. وكل ما الانتنسيتي تزيد 1000 مره لا الاشخاص البرسيف سنسيشن بيزيد 3 مرات. فواحد العلاقه دي وعمل هذه المعادله الشهيره جدا اللي هي السنسيشن يساوي لونج انتنسيتي اوف ذا سيجنال. معنى كده يا ولاد انه حاجه كبيره 100 مره بيبقوا مرتين، ها؟ 1000 مره بيبقوا 3 مرات، ده قانون الوعي ده. معنى كده انه كان انا الريسبتور بتاعي بيعمل كومبريشن، ها؟ للستيميلاي بيعملها ايه؟ بيضغطها، بيقلل الاحساس بيها. اورايت؟ طبعا هذه النظريه او هذا القانون ما ينفعش يبقى ابلايد على كل انواع السنسيشنز. وكان قاصر جدا على نوعيه معينه من الانتنسيز، اعتقد الهاير انتنسيز، ها؟ بيعملها كومبريشن، اوكي؟ ولذلك بعد سنين طويله 50 سنه او ايفر ابتدى شخص تاني بقى اسمه ستيفن يعمل دور على قانون جديد واوجد قانون الباور. باور اللي هو الاس يعني مثلا 2 اس 3 2 اس ناقص وهكذا. بيقول ايه بقى الخواجه ستيفن ده؟ هو برضه ابتدى كلامه يقول ايه؟ لاحظ انه مش كل ما الانتنسيتي تزيد مرتين البرسيف سنسيشن برضه يزيد مرتين. يعني برضه دخل من هذا المدخل. ابتدى يشتغل على different modalities اشكال معينه من السنسيشنز. ابتدى يجيب ناس ويختبرهم وابتدى يعمل جدول للسنسيشنز واوجد علاقه جديده خالص بتعتمد على الباور. تعالوا نشوف المعادله دي بيقول ايه القانون ده. ان هذا الكيرف ولا ليكم دعوه بيه ولا عمر حد هيطلبه منكم ولا عليكم ترسموه ولا اي شيء، هو علشان نفهم هذا الكونسيبت. هو في الكتاب، ما تخافوش، هو في الكتاب. الكيرف في كده. انا عايز اقول sometimes بيكون في figures زي مثلا في سنه اولى الاكسجين ديستيشن كيرف لازم تبقى عارفه، رسم الاكشن بوتنشال لازم تبقى في بالكم. هذا الكيرف تفهيمي بس، حط تحت دي 100 خط وجرب وفاهم عليه. بص بقى ستيفن لقى ايه او لاحظ ايه او اوجد علاقه شبه ايه. قال لك ايه؟ انه ده سنسيشن وده ستيمولس انتست. قال لك ايه؟ بعض السنسيشنز الموداليتيز المعينه من السنسيشنز التغيرات البرسيت سنسيشن فيها الاول بتكون عاليه وبعدين تبقى سلو. وبعض الموداليتيز الاخرى بالعكس بيبقى البرسبشن بتاعها واطي ثم يعلى. تمام؟ ايه الحاجات اللي البرسبشن بتاعها بيبتدي حلو ثم ياخذ في الانخفاض بيكام جروز سلور اند سلور عن الانتنسيتي؟ هم المجموعه دي والباور بتاعهم هيبقى بص يا ولاد الار اللي هو البرسيف سنسيشن يساوي كونستنت مضروبه في الايه؟ ستيمولس انتنسيتي مرفوعه الى باور. لما الباور لو بعض السنسيشن لقاها بتمشي على هذا الكيرف يا ولاد يبقى الباور بتاعها ايه؟ كان البرسيف سنسيشن ياخذ فيه او يبطا مع تشينج اوف ذا انتنسيتي، يعني الانتنسيتي بيزيد والسنسيشن الاول بيبتدي واضح وبعدين كل بقى بزود الانتنسي هو ايه؟ يقل معايا يبقى سلور، it grows slower او يعني بيكبر مع الانتنسي بس بصوره ايه؟ ابطا منه. وبعض السنسيشن بالعكس طبعا هات اكزامبل هو اللي هيفهم كل حاجه. وبعض الموداليتيز الاخرى الباور بتاعها 1. العلاقه بتاعتها هتكون فين يا ولاد؟ اهي K equals 1. هنا هشرح الاول الدايركت ريليشن شيب تاني. في الدايركت ريليشن شيب كل ما حاجه تزيد بمقدار انت تعمل لها برسبشن بنفس هذا المقدار. الحقيقه احلى اكزامبل قالوه على هذه القصه انه الفيجوال برسبشن بتاعك للانوار. يعني مثلا انت باصص بعينيك ها في مسطره هتقول دي متر وجنبها مسطره ثانيه ها 2 متر. المدرج ده طبعا يعني مثلا المدرج ده
كده انت بتسالي عليا يا دكتوره مش عارفه كسيه يعني انا ما قلتلكش ان في مزوره فين انا كل اللي بقوله انه الترشح بتاع عمليه الاطفال تقدر في مساحه معقوله ان انت تدي ترشح ومظبوط يعني زي ما بقول لكم لو عدد مسطره طلع متر مسطره طلع مترين مش معقول انت هتقول دي متر ودي متر و10 سم معقوله حاجه زي كده؟ لا ها؟ اذا الترشح بتاعك لللينس الاطفال ها؟ لو حاجه دافعه حاجه هتقدر تقول انها دافعه حاجه ها؟ عين قد كده وعين قد كده تخيل بقى انت مثلا تشوف الصغير ده وتقعد تقول التاني ده تقول ايه ده اكبر مني يا دوب ب 10 سم في حاجه اسمها كده؟ لا انت تقول اه ده اكبر من ده في طول يبقى هنا الريليشن شيب ايه يا ولاد؟ ها؟ لينير دايركت يبقى كي يساوي 1 خلاص؟ تعالوا شوف الحاجات الثانيه اللي هي ايه؟ تبتدي الترسبشن فيها بيكون قوي جدا وبعد كده بيروح معاك. اقول لكم على اكزامبل تاني اللي هو يا ولاد البرايتنس اوف لايت. انت بتكون نايم ها والصبح ابتدى يشعشع النهار اقل ضوء داخل بايه؟ بينبهك وتحس بيه بتشوفه بمنتهى الدقه بتبقى شايف حتى ممكن تقوم تعمل حاجه في الاوضه على ضوء بسيط قوي. طب لما بقى النهار طبعا انت بتروح ايه؟ بتروح ضارب النفسه الناحيه الثانيه ومكمل النوم. وبعدين تقوم بقى تاني بعد شويه يكون الشمس النور الضوء بقى في المساطع قوي كده. هل البرسبشن بتاعك بيقدر يزيد؟ خلاص افرض انت وقفت في حته والضوء زاد وعمال يزيد بعد كده. البرسبشن بتاعك هيبدا يزيد مع كل زياده؟ لا. يبقى ما يكون البرايتنس اوف لايت في اوله ده بينبه بيسيب سنسيشن بيبقى قوي. وبعدين كل ما البرايتنس يزيد هنوصل الى ايه؟ لما لا نهايه. فالسنسيشن بايه؟ بيبطأ مع زياده السنسيشن. الاكزامبل اللي بالعكس بقى اللي هو بنبتدي الاحساس البرسيب سنسيشن قليل وبعدين يعلى ها؟ حاجه زي مثلا السولتنس اوف فود حضرية الاكل. دي مشكله بتواجه الناس اللي بيطبخوا ها؟ برضه انتوا مالكوش دعوه. ها؟ نقعد بقى نطبخ خصوصا في رمضان بقى مش عارفه تدوقوا طبعا انتوا ولا بتدوقوا ولا بتهببوا انا عارفه. اللي بيطبخ يعني تبتدي تحط الاول شويه لا خلينا بقى في وقت عادي مش رمضان حاجه هندوق نحط شويه ملح مش باين. خليك وانت قاعد بتاكل سيبك من الكوكينج والكلام ده انت قاعد بتاكل في حته والاكل ملوش طعم خالص ها؟ عمال تحط ملح بسيط مفيش فرق. ها؟ تزوده شويه مش مكيف. وبعدين مره واحده ده ايه ده يا حد قلبه لا انت في الاول البرسبشن الملوحه مش عامله برسبشن عادي لكن فجاه تلاقي نفسك الصور بس ده الاكل مريح جامد جدا بس السيشن بتاعك بقى عالي قوي. طبعا لو حضرتك بتاكل على حمالك اوعى تفتح بقك ولا عادي ولا مالك ولا حاجه ها؟ كل طبق اللي قدامك كمان جيتوا اكزامبل بس ده علشان احنا مش دي حاجه مش اللي هي يعني بس اللي على الكيرف ده اللي هو بيديك اكزامبل الكتريك شوك دي حاجه احنا مش بنجربها كل يوم ولا بنواجهها انه ان انت بتتكهرب ها؟ لكن انا لما احط الكيرف لازم احط طبعا بالصوره اللي هو يعني احساس ال واحد الكهرباء بيمشي على الكارب اللي هو ده. طيب الكارب يا ولاد اللي بيجروس لور ده يعتبر كومبريسيف ولا اكسبانسيف؟ كومبريسيف. واللي بيكبر؟ ها اكسبانسيف. مش عايز ادي الموضوع بتاع القوانين دي حجم اكبر من حجمه بس ان شاء الله بس نكون فاهمها تمام؟ يعني هذه الجزئيه بالنسبه للمنهج مش من الحاجات اللي هي الكارب ده معايا ولا مجرد جزء من السؤال حطيت فيه كلمتين مش زي ما اقول لك سنسوري كودنج كموضوع على بعض معايا؟ طيب هناخد بقى يا ولاد نكمل محاضرتنا Thank you.
لما بدينا السنسوري نيرفس سيستم في المحاضره دي. طيب الكلام اللي قلنا ايه؟ اول حاجه بنواجهها في السنسوري نيرفس سيستم هي الريسبتورز، تمام؟ ثم ياتي بعد ذلك الفايبرز، باسويز، كورتكس، والسنسيشنز. في هذا الكلام من ساعتها وانا وانتوا عمالين ايه عمالين نتكلم في موضوع الريسبتورز. اخذ ولانه حاجه يعني فظيع في اهميته. النهارده ان شاء الله هنبدا نتحرك شويه خطوه لقدام السنسوري نيرفس سيستم. الاول هنتعرف على ايه هي سوماتيك سنسيشنز بطريقه برود لاين، يعني لما ياخد خطوط عريضه. وبعدين هنسيبها على جنب، نحطها في جبنا كده شويه اسبوع ولا حاجه، ونتكلم على باسويز وتراكس وكورتكس، وبعدين نرجع لها بالتفصيل. فانا يبقى النهارده لما اتكلم عن سنسيشن هعرفكم عليها بس. اللي هو ايه؟ ايوه مساء الخير السنسيشن اتعرفتوا وهنسيبها ونرجع للتفاصيل تمام يا ولاد؟ اوكي؟ طيب بلاش كلام بقى شويه كده تركيز. زي ما انتم شايفين العنوان اللي ورايا مكتوب ايه؟ سنسيشنز. قبل المحاضرات بتاعتنا وقبل الفسيولوجي لو اي حد قال لك ايه هي السنسيشنز هتقول له ايه؟ الكره والحب والغضب والمشكله دي سنسيشنز اللي الناس عارفاها صح؟ الحقيقه انه هقسم لكم كلمه سنسيشنز وهيبقى في من ضمنها هذه الكاتيجوري اللي هي بنسميها ايموشن. خلاص؟ اذا كلمه سنسيشنز اعرض من ذلك واكبر من ذلك. وتعالى نشوف التقسيمه بتاعتنا. هنقسم كلمة sensations إلى general sensations، special sensations، emotional sensations. تمام؟ إيه emotional sensations؟ اللي هي زي ما قلت لكم fear، happiness، sadness، سعادة، غضب، وهكذا. خلاص دي إن شاء الله هتاخدوها مع في بعد ما تخلصوا الموتور نيرفس سيستم في محاضرة عن منطقة في البرين اسمها limbic system ودي المسؤولة عن الغضب، الريج، الفير، الخوف، الحاجات دي. طيب سبيشال سنسيشنز اخبارها ايه؟ انتوا اوريدي ابتديتوها. فيجن، هيرنج، تيست، سمال. كويس. فاضل لنا احنا طالعين من فوق من تحت، لا طالعين من تحت لفوق. اورجانيك سنسيشن، اورجانيك يعني حاجه ايه؟ غريزيه، الحاجات الغريزيه اللي فيك. هانجر، ثيرست، سكشوال سنسيشنز. هذه السنسيشنز كلها هتدرسوها كل في موضوع تبع المنع، يعني في الاندوكراين هناخد، في الريبرودكشن هناخد السكشوال سنسيشنز، الثيرست هناخده في الاندوكراين وهنسمع عنه في الكيدني كمان، والهانجر هناخده برضه في الاندوكراين وفي بارت اسمه ميتابوليزم. كده فاضل لنا ايه فوق؟ مين بقى اللي هيدرس فيها؟ انا اللي اسمها ايه بقى؟ سوماتيك سنسيشن. سوما يعني ايه بالعربي؟ بادي. يبقى سوماتيك سنسيشنز هي اللي هي ايه؟ جايه لك من يور بادي. هل لازم ما نعملها من كده؟ ما انا مش حتى رايحه تيجي جوه، هل لازم من السكين يعني؟ لا، من السكين، من الجوينت، من المسلز، من الفيسرا، ها؟ عندي مغص، مصارين بتتقطع، ها؟ تمام؟ كل دي سوماتيك ولا مش سوماتيك؟ سوماتيك سنسيشنز. تمام كده؟ هناخد بقى هذا التيبل فيه انواع سوماتيك سنسيشنز وهتحسوا انه ده شبه حاجه خدناها شويه قبل كده الريسبتورز. برافو عليكم. جدول الريسبتورز كان فيه دول ومعاهم فاكرين كيمو ريسبتورز وفوتو ريسبتورز ده وكنا بنتكلم على بعض ريسبتورز. هل الحاجات دي ينفع اختارها النهارده؟ انا النهارده احتفظت بمجموعه السوماتيك سنسيشنز الا وهي عشان الجدول ده يبقى هنا زي لكم صم. وطبعا مع التكرار اللي هتسمعوه في المحاضره هنا 100 مره وفي العمل 100 مره خلاص هيبقى حاجه مش صعبه قوي. تقسيم السوماتيك سنسيشنز. ميكانيكال ريسبتور سنسيشنز اللي هم ميكانيكالي ستيميوليتد. ثيرمال سنسيشنز ها؟ سخن وساع بدرجاتهم. بين سنسيشن لما يكون في تشو دامج وده ممكن يبقى من على السكين أو ديب أو من فيسرا أو من نيرو.
نقطه. طيب المكان الريسبتور سنسيشنز يبقى اذا عندي ميكانيكال سنسيشن ميكانيكال ريسبتور، عندي سيرفر، عندي بين. طيب شايفين مين اللي بيتسرع تفريعه كبيره قوي؟ الميكانيكال ريسبتور سنسيشن. الحقيقه بنقسمهم، نرجع نقسمهم الى حاجات تاكتايل وحاجات بوزيشن. تاكتايل اللي هي جايه من تاتش، يبقى اي حاجه هتكون طريقه السيمبلس بتاعها ليها علاقه بتاتشنج، ها هتبقى في الايه؟ في المجموعه. اما دول اللي هم البوزيشن سنسيشن اللي هي اي نوع من السنسيشن جاي من اللوكو موتور سيستم، جهاز حضرتك الحركي باي حاجه فيه، ها بون تندون ليجمنت جوينت وما شابه. خلاص التفاعل برضو متقسمين، ها متقسمين كتير قوي. ناخد نبذه بسيطه عن كل واحده من دول. ليه بقى النبذه دي هتنفعني وانا بكلمك عن الباسوي؟ ومن غيرها ما بتكلم في الباسوي كان محاضره اناتومي. خلاص خلي محاضرات الاناتومي بتفاصيلها، واحنا بنشرح الباسوي بطريقتنا انه لازم البس لك حاجات فانكشن للباسوي، مش بس بعرف المسار بتاعه. وهذا يحتم علينا ان احنا نفهم فكره بسيطه عن الايه يا اولاد، ها السنسيشن. يبقى تاني عندي بين، عندي تمبرشر، عندي ميكانيكال سنسيشن. والميكانيكال يا بوزيشن يا تختار. والتختار بقى اول حاجه طبعا تاتش، قلنا عنه 100 مره. بريشر برضه يمكن شرحناها قبل كده وحاجه مفهومه انك تضغط. ستيريوجنوزس ده معناه انه وانت مغمض عينيك احط لك حاجه في ايدك وانت مغمض تقدر تتعرف عليها وانت مش شايفها. كل ده هنرجع ناخد تفصيل وهتاخدوه في العملي لحد ما تزهق. فايبريشن سنسيشن، لو جبت شوكه رنانه متزلزله وحطيتها على بون هتحس بايه؟ عارفين في طعم الجيلي لما حاجه تحصل زي كده تبص تلاقي الزبزبات بيكبروها قوي كده. فايبريشن سنسيشن. واخيرا انا بسميه تيكل سنسيشن اللي هو احساس ايه؟ زغزغ سنسيشن. انا حاسس ايه زغزغ. والاتش برضه اللي هو لو حاجه بتهرش. ايه؟ لا لا بس في حاجه الوقت خلص ولا حتى النهارده، لا ما حدش بيكلمني اسامي المحاضرات. الا لو حصل مثلا ايه، مثلا ايه حريقه توم، ها ما حدش بيكلمني اسامي المحاضرات. دكتور بس يا دكتور بس يا ولد واحد قريبنا كان زمان زمان قبل التطور الفظيع اللي في دول الخليج، كان في منطقة طبعا دلوقتي البلد بقت مش طويلة جدا يعني مش عاملة ايه يعني، كان وهو كان في منطقة صحراوية، فكان عامل هاته صغننين وهناك في وسط الصحراء، وعلى فكرة يعني دي مختصة في أي مكان صحراوي. فالمهم كان جميع الحشرات والزواحف اللي في الدنيا بتعدي جنبهم يعني. فمن كتر ما طول النهار يعني بابا يلاقي صرصار، بابا يلاقي خفاش، بابا. فنادى لهم بقى وقال لهم اخو قدامه كده، يا ولاد اي حاجه تشوفوها غير الحشره والخفاشه ادعوا عليا، الصرصار والخفاشه ادعوا عليا. يعني مثلا عقرب، تعبان، فنادى عليهم بقى الصراصير والخنافس والحاجات دي ما حدش يدعى عليه. طيب نكمل بقى في حاجه Thank you.
وكروت. فاين يعني حاجة محتاجة دقة. وكروت كلمة كروت لو تفتحت فتحها كروت هتلاقي معناها خام. خام. مواد خام بس. يعني ايه؟ يعني احساس تاتش غير دقيق. زي بالظبط احساسك بالملابس التي تمام؟ احساس الملابس اللي على جسمك. هل ده تاتش دقيق؟ لا ده حاجة كروت كده. ما هياش فيها دقة. والفاين تاتش لو انت معمل عينيك وانا جيت لمست المنطقة على السكين وقلت لك شاور لي عليها بالظبط. دي اسمها فاين تاتش. والكرو تاتش يعني ايه ما فيهوش هذه الدقة. البريشر نفس الشيء في فاين في كروت. الكروت اللي هو لو حد داس على ايدك او داس عليك. الفاين بقى لو حطيت حاجتين او اوزانهم متقاربة بس مش قوي يعني يعني وقلت لك مين هتقل. بس يكون باين في فرق ان انت تلحظه خلاص؟ ده فاين بريشر والتاني ايه؟ كروت بريشر. طيب برضو خلاص كده السنسيشن خدت فكره عنها؟ نحطها في جبنه بقى شويه؟ ممكن نحطها في جبنه اسبوع كده ولا حاجه؟ عايزين نعرف بقى الترانسميشن. ازاي السنسيشن بتمشي؟ ها؟ من منطقه الريسبتور الى البرين. احنا كلنا عارفين انه اول حاجه بتقابلنا بتخش منها السنسوري فايبرز هي مين يا ولاد؟ ها؟ البوستيريور كولن اوف او البوستيريور روت اوف ذا سباينال كورد صح؟ يبقى كل السنسوري فايبرز بتخش من هنا اهو تمام؟ وطبعا هتدخل تلاقي في عندي في النص جراي ماتر، جراي ماتر ده كله سيل بوديز. والسيل بوديز دي طالع منها اكسونز. الاكسونز زي مثلا انا دخلت هنا وعملت هنا سيل بودي الاكسونز بتاعتي هتسيب الجراي ماتر ده وتبتدي تخترق السباينال كورد عشان تطلع الى مراحل اعلى. واثناء اختراقها السباينال كورد هل بتطلع في الجراي ماتر برضه ولا بتطلع في الوايت ماتر؟ بس الاتراكس كلها موجوده فين؟ في الوايت ماتر. يعني مثلا عندي اهو كده يا ولاد الرسمه دي كده هنا السنسوري افرنت هيخش كده هنا ممكن لا هنفترض ان هو هيقابل هنا النيورون هيطلع منه فايبرز والفايبرز دي هتمشي في حال حته من دول يا هنا المهم انها تمشي في وايت ماتر وتبتدي زي ما قلت طبعا مع الكوزويز يعني برضه الرسمه دي بتبين لي ايه الفرق بين الافرنت نيرف اهو ده افرنت يا ولاد اهو داخل سباينال كورد ها وبعدين هو هيضم على تراكت التراكت ده عباره عن باندل او اكسون اكسونز كتير مع بعضها وتطلع في تراكتس بالشكل ده والتراكتس دي بيبقى فيها ايه بقى مثلا انت داخل لك فايبر من اللور ليم وبعدين فايبرز من الابر ليم يعني على كل مستوى الفايبرز هتخش تنضم للتراكت وايه وتكمل صعود ضمن. طيب اول حاجه عايزين نتعرف على انواع السنسوري فايبرز. في اولاد طريقتين للكلاسيفيكيشن خدتهم غالبا في السنه الاولى according to the diameter according to the velocity of conduction. طيب according to the diameter عندي تقسيمه بالارقام وبالارقام اللاتيني كده ما ينفعش اكتبها ارقام عاديه ما ينفعش 1 2 3 and 4 واكوردنج تو velocity of conduction وده اللي هيبقى مستعمل اكتر عندي A B C خلاص انتوا خدتوا هذا الكلام في سنه اولى. مين بيكون سرعته اكتر اللارج دايمتر ولا السمول دايمتر؟ طبعا اللارج دايمتر برافو عليك. اذا لو انا حبيت اقسم السنسوري فايبرز بتاعتي تعالوا نبص على هذا الجدول تعالوا نشوف مع بعض عندي الـ A هيكون ها largest in diameter بص الدايمتر يا ولاد من 12 ل 20 و وبالظبط عنده the highest speed وفي المقابل الـ C بصوا الدايمتر بتاعته صغنطرة قد ايه وعنده ايه اللوست سبيد. طيب مين بقى من دول سنسوري افرنت هيشتغل معانا في التسويس بتاعتنا؟ ال A الفا ايوه بتشيل بعض البروبري سيرتيفايد وال A بيتا بتشيل التاتش مثلا بس الفايف. طب نيجي ال A جاما لا ذيس از امودر فايبر يبقى ايه مش هتكلم عنه دلوقتي ما خدوش عليه في حضرات الموضوع. بعد الجامعة يجي مين؟ دلتا خلاص؟ ده بتاع ال فين بعد المهم ما لكوش دعوة بده خلينا نبدأ يبقى عندي A ألفا A بيتا A دلتا طب
الصورة. إذا السنسوري أفرز معنا إيه؟ ها إيه ألفا؟ إيه بيتا؟ إيه دلتا؟ سي. في بعض السنسيشنز بتحتاج سرعة شديدة هستخدم لها مين من الفايبرز؟ إيه ألفا وإيه بيتا؟ وغالبا بتكون الحاجات الفاين زي الفاين تاتش، ها؟ الحاجات اللي هي عايزة سرعة ولا هي فيها دقة. وفي سنسيشنز أخرى مش محتاجة هذا الكم من السرعة ولا بختار لها مين؟ الإيه دلتا والسي. تمام يا ولاد؟ أوكي لسه سرعة سفرة. السنسيشنز بتاعتنا كلها متوسعة على تو باسويز زي ما كده بقول لك. انتوا عددكم كام هنا مثلا؟ 200 طالب 300 طالب 300 طالب عندي بابين ها؟ مجموعة منكم لازم مش محتاجكم ها؟ مجموعة منكم بتطلع من باب والمجموعة الأخرى بتطلع من الباب التاني. هي متقسمة كده كل السنسيشنز وده هيكون سؤال حضرتك تفكر فيه حد المحاضرة الجاية بس من غير ما تستعين بكتاب أو بأبصر. كل السنسيشنز اللي محتاجة دقة وسرعة شديدة وانتباه شديد ها؟ زي الفاين تاتش كده كإكزامبل بتمشي في حاجة اسمها دورسال كولوم. كلمة دورسال معناها عائدة على إنها لو سباينال كورد عندي كده أهو أيوة ولاد؟ هذه السنسيشن بتمشي ورا كده الحته دي اسمها دورسال كولوم. اما مجموعه السنسيشنز الاخرى التي ليست محتاجه لدقه شديده زي الكرو تاتش خلينا ده فاين تاتش مثلا ده كرو تاتش فدي هتمشي ها يا اما لاترالي يا اما فنترالي وبالتالي دول مع بعض وان باس واي وده وان باس واي. يبقى انا عندي كام باس واي؟ تو باس ويز. واحد اسمه دورسال كولوم. ليه اسمه دورسال؟ ليه اسمه كده؟ هو بيمشي في دورسال كولوم في سباين كورد والتاني اسمه فنترو او هانترو لاترال ها؟ ليه اسمه كده؟ ها بيمشي فنترالي ولاترالي في سباين كورد خلاص؟ يبقى السنسيشن الفاين اللي بتستخدم ايه الفا وايه بيتا خليكم معايا بقى الكلام ده مهم جدا. السنسيشن الفاين اللي بتستخدم ايه الفا وايه بيتا هتمشي فين؟ في دورس القلب. السنسيشن اللي مش فاين بتستخدم ايه دلتا وسي هتمشي فين؟